شنو هو الفن؟ الفن هو حالة إبداعية، كي الفنان كيلقى نفسه مرغم أنه يعبر عليها. بزاف و وحنا كيعرفو نديرو هكا. شنو هو الفن؟ شنو هو الفن؟ في نظرك شنو هو الفن؟ نظري شي حاجة زوينة و كيديرو موهبة. الفن بالنسبة لي أنا كشخصيا، هو الفن هو الإنسان، وهذه الكلمة ديال الإنسان كتعبر على الكثير من المسائل اللي عندنا داخلية تنخرجوها وكنعبروا بها وكتولي فن. شكرا. الفن بالنسبة لي هو الشيء اللي كنديروا دابا. الفن هو إيماج، اون فاسون دو فيفر، دو فوار لو موند. الفن هو ربما الحياة، هو واخا تسمح لي واحد دقيقة، اسمح لي عافاك. الفن هو الحب، هو الإبداع، هو الخلق، هو الجمال، رؤية الجمال في عد. بالنسبة لي الفن هو عالم خاص بالناس اللي كيهتموا به، وهو بحال الشكل ديال واحد المتنفس اللي يمكن لك انك تبدع فيه وتخرج الطاقات اللي كاين عندك لداخل كل انسان. الفن بالنسبة لي انايا بكل اختصار هو ورطة جميلة. الفن هو شي موهبة ديال الرسم وديال ديال الشعر وديال الموسيقى، وانا كنبغيه بزاف. الفن التعريف ديالو تعريف ممكنش نحددوه في كلمة او اثنان او جوج، ولكن التعريف ديال الفن هو مجموعة من الباك جراوند، يعني مجموعة من ديال التقاليد والعادات اللي حنايا كناخذوها وكنزيدوا عليها مجموعة من التحسينات، مجموعة من التحسينات اللي كتطغى على الكولتور ديالنا. الفن هو حب وعطاء وإبداع. لا يعني جميع حواس ممكن تخدمهم في الفن. الفن بالنسبة ديال الفن، الوقت اللي كان سولني شي واحد على ما هو الفن، كنقول ليه الفن هو بحال ديك البصلة، كتبقى تقلب قشرة من بعد قشرة من بعد قشرة، في الآخر كتلقى كلها قشور. هذا هو الفن.